لا، ذات مقابل ذات، أنا مقابل أنا. تقول ولكن أليس ينبغي على الزوجين أن يسعى إلى الاتحاد والانسجام؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. انتبه، الآية نفسها تقول لكم لهن اتحاد، ومفارقة هذا الاتحاد أن فردية كل من المتحدين تبقى موجودة. يقول إريش فروم من أحسن وأروع وأعمق من كتب عن الحب في كتابه المشهور عالميا فن الحب، يقول مفارقة الحب هي أن اثنين يسعيان ليكونا واحدا في حين يبقى الاثنان اثنين. هاي المفارقة. ولذلك إلغاء شخصية الآخر الذي هو في الحقيقة الشيء له أيها الإخوة لا يعتبر حبا. لذلك من يحب زوجه، من تحب زوجها، ينبغي أن يكون لسان حاله ناطقا بهذا المعنى أيها الإخوة. أن تكون لي ليس معناه ألا تكون لك، بل معناه أن تكون لك. وإذا غامرت بأن تكون لي ولم تجد نفسك فقد غامرت بالتالي عن إنسانيتك وأصبحت شيئا بعد أن كنت شخصا. انتبه، لابد أن أبقى شخصا ولابد أن تبقى هي أيضا شخصا حتى آخر لحظة. البعض يقول مثل هذا الاتحاد أيها الإخوة الذي لم يرتقي إلى وحدة حقيقية أيضا هو مرشح لإفراز صراعات. نعم، ومن يقول أن الحياة الزوجية وحياة الأزواج المحبين هي بلا صراعات؟ انتبهوا، الإنسان الطاغية، الزوج الطاغية، الزوجة الطاغية، الذي والتي يطلبان أو يطلب كل منهما من الآخر حياة زوجية وادعة هانئة بلا نزاع، أيضا هو يطلب تشييع الآخر، يطلب أن يتحرك الآخر بمنطق ماذا؟ ميكانيكي آلي. إذا أقول له شرق شرق، غرب غرب، مثل السيارة التي تقودها، انتبهوا، قف يقف باستمرار، طبعا هنا لا نزاع. لذلك مثل هذا أيها الإخوة لا يحب ولا يعرف ما هو الحب، إنما يحب ذاته متنكرا في خدعة حب الآخر. هو لا يحب الآخر ولم يحبه لحظة أصلا، ويحب ذاته. وبمقدار ما يعطيها الزوج هذه الميزة، بمقدار ما تعطيه زوجته هذه الخصلة أيها الإخوة أو الخصيصة، يكون مرتاحا ويظن أن الحياة الزوجية ممتازة وهانئة بلا مشاكل، لأنها حياة فرد واحد مع أشياء من ضمن هذا الشيء مسمى زوجة أو زوجا، حياة الأنانية النرجسية. بالعكس، الآن علماء الاجتماع ومن قبلهم علماء النفس، خاصة علماء النفس العائلي أيها الإخوة، بدأوا يركزون بشكل مكثف ليس فقط على أهمية الفوارق الشخصية بين الزوجين والشريكين، وإنما على أهمية التوتر الناجم والحادث والمستمر في الحياة الزوجية، على أنه عامل حيوي ومهم ومخصب ومثر للحياة الزوجية والتعايش والمحبة، شرط أن يتم تجاوزه. أن يتم تجاوزه، كيف يتم تجاوزه؟ ليس بقمعه، إنما بتفهمه